تعالوا نعمل سلطة الزبادي الأول وبعدين ندخل على سلطة اللي هي ايه البطاطس. نجيب بس الطبق التقديم حط دي ايه، خلي دي سلطة ايه الزبادي في دي. طب تعالوا نعمل الأول ايدي الزبادي بتاعتي اهو وادي النعناع، شوية نعناع حلوين، النعناع دلوقتي موجود في السوق زي الفل وبيدي طعم حلو قوي مع السلطة. وادي المايونيز، ودي تكة من عندي بتخلي الزبادي طعمها حلو جدا جدا. وادي شوية خل وشوية عصير ليمون، مش هحط زيت بقى، شوية عصير ليمون صغيرين. وادي ملح فلفل وخلاص على كده اهي. نحط الخيار، بصوا بقى الخيار دايما لما تيجوا تبشروه الافضل ان احنا نصفيه، انا بس عشان الوقت عندي فانجاز انا هحطه كده، لكن انتوا لازم تشيلوا الميه اللي فيه، هيكون افضل بكتير ويخلي السلطه بتاعتي متماسكه وشكلها حلو جدا جدا. حاول على قد ما اقدر برضو اشيل الميه، ما اخدش الميه كلها. انتوا ممكن تحطوه في مصفى كده 10 دقايق هينزل كل الميه اللي فيه عشان تفضل السلطه بتاعتي زي الفل. او شايفين الميه اللي نازله دي كلها؟ هحطهالكوا كده هنا. قلب بقى كل الحاجه، ميه الخيار دي مش عايزاها ابدا، ما تحطوهاش في السلطه هتديكي السلطه تكون سايبه كده وفكه من بعضها، مش هتبقى حلوه خالص. بس وخلاص. وادي السلطه بتاعتي كمان جهزت. شفتوا السهوله بقى؟ مفيش سهوله بعد كده. تقليبه واقدمها على طول معاكم. تعالوا نقدمها مع بعض اهو. بسم الله. جنب الاكله دي بقى هتبقى حلوه قوي، يعني اكل الناحيه الثانيه بصل متحمر وفلفل حامي وحاجات كتير قوي، البيض والحاجات دي، اكل دي جنبها هيبقى فيه توازن في الموضوع، ما يبقاش الاكل كله صعب، ما يبقاش الاكل كله حامي على البيض. بس خلاص على كده ممكن نحط شويه زيت صغيرين كده للتزيين اهو. بس وخلاص ادي السلطه جاهزه. شفتوا بقى سهوله عن كده؟ عايزه كده نشيل الحاجات دي نروق مكاننا. حط بقى ايه ورقه نعناع تظبط عندي الشكل وخلاص، مش هزود اكتر من كده عشان تبقى يعني الموضوع بتاعي يبقى رقيق كده وهادي، ما تبقاش الدنيا دوشه.